اللي تفضلتوا عليا ونحن يجب علينا أن نكون دائما نجتمع ودائما نلتقي في مدينة الطائف، وأتمنى اللقاء الثاني يكون في مدينة الطائف. أتمنى يعني نحن على الرحب والسعة، حدد وابشر حياكم الله، بيض الله وجهك، لأنه هذه المدينة هي اللي ربتنا وهي اللي يعني ألفت بيننا، وزي ما أنتم شايفين يعني أغلب الأخوان اللي من الشهداء، اللي من الشرقية، اللي من حارة فوق، اللي من حارة أسفل. أخونا العزيز والكبير في مو في السن، الله يديمك، محمد بصفر من شهار سابقا من حارة حارة أسفل وحارة فوق، احنا في حارة وسط. أخونا خالد البرعي قلب الطايف، محمد بصفر من جميع حارات الطايف، يقول مدينة الورد جمال ما له حد، عجزت بوصافي جوك وأطيافك، أوجز وأقول أنت بالاختصار أنت الحنان الود مدينة الورد. ثاني المدن في الكتاب بستان أم القرى، متعانقة واستحاب كراكي أغلى ثرى، عجزت بوصافي جوك وأطيافك، أوجز وأقول أنت بالاختصار أنت الأدب والحس والأنس، فيك الأدب والحس، فيك الشعر والأنس، تاريخ منذ الأمس، أنت حضارة وبس، عجزت بوصافك جوك وأطيافك، أوجز وأقول أنت باختصار أنت الحنان والود مدينة الورد. الله، كلمات مين أبو عبد الله؟ كلام أبو عبد الله، الله يعطيك العافية. أتلحن أبو عبد الله تغنى ولا إيه؟ إن شاء الله نسمع. أبو عبد الله من الناس اللي سبحان الله عنده ولاء لمدينة الورد. بيس الود المشغول في عيني وردك يميل ويقول من في الجمال قدي، دي سلوت المشغول في عيني وفي خدي، دي فرح المشتاق وردك يا زارع الورد وهدية للعشاق.